بهدف احتضان المواهب والإبداعات الفنية للأطفال، يوفر مركز مرايا للفنون بيئة تعليمية وترفيهية مسلية من خلال تقديم عدد من الأنشطة الذكية كل نهاية أسبوع، حيث نظم المركز ورشة الرسم بقلم الرصاص والتي تقدم بأسلوب تعليمي ابتكاري. تعلمنا كيف نسوي الشيدينج واستعملنا القلم والمساحة، رسمنا تفاحة وخلينا الشادو ماله يبين. الصعوبات اللي واجهناها إن كيف نخلي كنا يكون ريلستيك وكيف يكون يعني في ليت وشي. في هذه الورشة تعلم المشاركون التقنيات الأساسية لتظليل الأشكال باستخدام التدرجات والسطوح المتنوعة، بحيث تبدو ثلاثية الأبعاد أو مقعرة من خلال التطبيق العملي في الورشة. تعلمت الرسم بقلم الرصاص بطريقة احترافية، وشون أسوي الشيد تبعها يعني الظلال، وشون أخلي درجات الظل. استفدت يعني ممكن الواحد يستمتع في وقته، وممكن كمان يقضي وقت كتير بالرسم، وممكن حتى يشارك في مسابقات للرسم. بصمة ثقافية وحالة بصرية إبداعية يسهم بها مركز مرايا للفنون من خلال الورش المقدمة للأطفال لتوسيع مداركهم ومواهبهم الفنية وتنمية الفكر الجمالي لديهم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وإلى تقريرنا التالي. ومع فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة، ويتضمن هذا المهرجان 14 عرضا مسرحيا على مدى 6 أيام. وضمن برنامج المهرجان أقيم مساء أمس ملتقى الشارقة 8 للبحث المسرحي. تفاصيل هذا الملتقى نتابعها في التقرير التالي. ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة بنسخته 9، احتضن المركز الثقافي بمدينة كلباء صباح الأمس جلسات ملتقى الشارقة 8 للبحث المسرحي بمشاركة نخبة من المتخصصين الأكاديميين بحضور الأستاذ أحمد برحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة مدير المهرجان، وكوكبة من نجوم الفن المسرحي وضيوف المهرجان. كان الموضوع الأطروحة بتاعت البحث عندي رسالة الدكتوراه، حصلت عليها في 2021، عنوانها العلاقة بين الوسائط الرقمية ومفهوم المحاكاة، وكنت بتكلم فيها عن استخدام التقنيات الرقمية الحديثة زي الإسقاط الضوئي وتقنيات الهولوجرام واستخدام الشاشات في إسراء الصورة البصرية في المسرح وتحقيق المحاكاة في العروض المسرحية الدرامية. طرح الملتقى خلال جلستين حواريتين مناقشات بحثية تضمنت تقديم تقارير عن 3 رسائل دكتوراه، وهي العلاقة بين الوسائط الرقمية ومفهوم المحاكاة في فضاء العرض المسرحي للدكتور محمود صبري من مصر، والمضحك الشكسبيري في الفن الممثل المعاصر للدكتور النعمان الهليلي من المغرب، ومسار أداء الممثل بين تعدد النظريات ووحدة الجوهر للدكتور جورج مطر من لبنان، إضافة إلى رسالة ماجستير بعنوان غادة الكاميليا وكارمينا بورانا من النص إلى العرض للأستاذة داليا همام من مصر. وحاولت أن أشرح في مداخلتي للشباب أنه يعني كل أفكاري حول التمثيل، كل مفاهيمي الشخصية حول التعامل مع مسرحية شكسبير اللي فيها تراجيدي وفيها كوميدي، والدور الممثل كيف يبحث عن المضحك الشكسبيري ويعني ويجعله في يتفاعل مع الجمهور حتى نصل إلى القصد من مسرحياته ومن فهم شكسبير للمسرح. يعد ملتقى الشارقة للبحث المسرحي منصة عربية فريدة لتسليط الضوء على أحدث الرسائل العلمية التي أنجزها باحثون عرب في كليات الدراسات العليا المختصة في المسرح.